مانع عن الصلاة، يعني أنت ما ينفعش حد يمنعك عن الهوى، وما ينفعش حد يمنعك عن الأكل والمية، هي الصلاة بالنسبة لي كده. طبيعي إن مفيش أسباب، بس ممكن لو أنت نشأت في أسرة غير ملتزمة أو غير عندها ثقافات دينية أو غير أخلاقية، دي ممكن تخلي الشاب أو الفتاة إن هما مفيش التزام بالصلاة، مفيش التزام بتعاليم الدين. الناس بتنشغل في أشغالها، الشباب بتنشغل بالأغاني، مش كل الناس بتداوم على الصلاة. اللي بيداوم على الصلاة ده واحد بيخاف من ربنا، عارف إن الصلاة هي أساس كل شيء. بقى مشغول، مضغوط في الشغل، في حاجة، قبل ما أجي أصلي خلاص الوقت عدى، فات خلاص، فبيشغلني عن الصلاة، ما بعرفش أروح أصلي، ما بعرفش أصلي مكاني، خلاص. مفيش سبب يمنع عن الصلاة نهائياً. أي عذر يمنع الصلاة، مفيش أي عذر. بعد عن ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجة عدم سماع كلام عن النبي عليه السلام، وعدم سماع كلام عن الآخرة وعن الجنة وعن النار. اللي بيصليش ده مظلوم، أو اللي بيعمل له أعذار ده مظلوم، ظالم نفسه، مش ظالم حد، لا هو أكتر حاجة مظلوم فيها هو نفسه. أنت عندك 5 صلوات في اليوم، كل صلاة أنت لو خدت 5 دقايق حتى من وقتك هتصليها خلاص، يبقى أنت كده عملت اللي عليك. يا ابن آدم صلي قبل أن يصلى عليك، فهو الموت الحاجة الوحيدة اللي تمنعك عن الصلاة. مفيش أي حاجة في الدنيا ممكن تمنعني عن الصلاة إلا المعوقات الأساسية اللي هو اتكلم فيها ربنا يعني. بمنعني عن الصلاة الشيطان، والتفكير في عمل الشر، والموت، والمرض المزمن زي الزهايمر والحاجات دي بتمنعك عن الصلاة.